يا سلام بعض البشر ردك حدود المعرفة معهم سلام على حساب ما مرني ومن تجارب الأولين وجهة نظر ويجوز في حال اتفاق والانقسام اترك مسافة كافية بينك وبين الآخرين والبشر ودك حدود المعرفة معهم سلام فصمت ولا وتحرص على كثر الكلام الصمت زين اللي سكوته ساترة يمكن يعاوريها الكلام وإذا تكلم تحذر تكون أطول المتكلمين السالفة وأهل طوالات يضعف معها الاهتمام وامزح وما وازحم باللسان وانا خير من مزح اليدين مزح الرجال العاقلة على حدود الاحترام واضحك ولا تضحك برافع الصوت رافع الصوت شيء من الأدواب والذوق عند الضحك ضي يحكم بابتسام واكرم وبيبان الكرام واجد ولا ويحتاج دين ترى الرجال كرامها ما هو بفي كثر الطعام واحلم ولا وتعجل ولا وتغضب ولا وتشري بدين شاور ولا ورايك معاك لا شرط عاداك الملام وإذا شريت بدين لا تبطي على المتجملين كل حلاله غاليين عنده لوينه ما يسام لجاك ما وديونك معاه بعض الوفاء وبعضه لحين فاستد باللي جاك ويش دراك لله الدوام ترى التغافل فيه لا والله وانشد المتغافلين أجدك والمحتوج عطلقها مع وازر بالحمام لجاتك الما توجع واطلقها مع وشرب الحمام وارضى ليا وجاك الرضا لو العذر ما هو سمين ترى التسامح ميزته والساده رفيعين المقام صادق إذا وصادقت ما وجربت ما وصادقت لين ما يطول بك السر ولا يطيب الكلمة نام واصدق مع نفسك وتلقى نفسك من الصادقين النفس خايل إبليس لا تعطيه نفسك واللجام اللي أنا صاح تنصح خفا ولا تفضح وهف الحاضرين ترى الرجال يقودها لين الحكي قود الخطام ولا التواضع في حضور العلماء المتكبرين تعامل بنفس الطريقة معهم ونفس النظام واخلاقك وتواضعك عامل بها والمتواضعين نصف الأداب مجاملة واحجام الولا واتجام اللئام
وإذا تسولف عن طموحاتك مع المتفرغين كأنك تسولف للنصارى في الحلال وفي الحرم والعمر ما هو فرصة وحده ولا هو بفرصة ما كل ما اطلع شمس لاك فرصة وخطوه للأمام هذا ولا وزنا تعامل من الليالي والسنين والعلم خير من الجهال